بشر خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليوم في أثينا دراسة تطبيق خطة التوفير اليونانية في إطار إجراءات الرقابة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدهور وضع المالية العامة في اليونان. كانت المفوضية قد نفت قيام الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة لتقديم المساعدة لليونان بقيمة 20 إلى 25 مليار يورو. وتواجه أثينا ضغوطا إضافية من قبل المفوضية الأوروبية في أعقاب تقارير صحفية أشارت إلى أن اتفاقات تبادل العملات التي أبرمتها حكومة اليونان مع بنك جولدمان ساكس الأمريكي عام 2001 ساهمت في إخفاء بعض الديون الحكومية اليونانية عن أعين المفوضية الأوروبية.